مشاهدينا مكملين معكم، رح ننتقل لفقرة جديدة من صباحنا ونحكي عن فقرة كتير مهمة عن علم الحروف والأرقام يا رشا. أكيد هايدي اليوم الفقرة يعني بتهم ناس كتير. اليوم عم نحكي عن علم، خلينا نقول هو دراسة وعلم، نحن بعيدين اليوم عن أي تكهنات أو موضوع التنجيم. نسمع كتير بالحياة أنه أنا اسمي ما بيواتيني، أنا أحرف اسمي ما كتير ضابطة مع الأرقام. شو هو هذا العلم وكيف اليوم كل حرف بيقابله رقم بالحياة؟ المختصين اللي دارسين هذا العلم دراسة بيعرفوا أنه لكل حرف أو رقم تأثير جدا مهم على شخصية الإنسان. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر وناخد أمثلة أيضا كرمال هايدي اليوم كرمال تسأله وناخد معلومات كتير مهمة ضمن هذا العلم. وضيفنا لليوم هو الأستاذ والباحث والخبير الأول في علم الحرف والأرقام نزيه إسمندر، حاصل على شهادة دبلوم في علم الأحرف والأرقام. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير لكم، يعطيكم العافية لكل إخباري السورية. أهلا وسهلا. وهون بدي حي اليوم بحي الشام أحيي الشام وأهلها عند الحلول بأرضها، وأهدي سلامي إنني أهوى مكارم أهلها، هي للسلام رسولة والمجد في أرجائها. أحيي الشام وقائد الشام الرئيس بشار الأسد حفظه الله، وتحيتي لكم بالإخبار السوري. نحن بنضم صوتنا لصوتك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا هيك بداية، ذكرت رشا بالمقدمة شوي أنه الأسماء كتير اليوم بتهم كل شخص. اليوم بيقولوا أن الاسم لكل إنسان من اسمه نصيب، أو الاسم اليوم قد بيلعب بحياتنا، بيأثر على طاقتنا على حياتنا. اليوم في عنا علم اسمه علم الأحرف والأرقام، خلينا نوضح للمشاهدين شو نقصد فيه. أولاً علم الأحرف والأرقام هو علم منذ الأزل، يعني هو اخترع من عهد سيدنا أدريس عليه السلام، يعني علم حقيقي نوراني كعلم الرياضيات والفيزياء والتاريخ. وأكيد كل واحد رح يسألنا شو بنستفاد من هذا العلم. طبعا مثل ما عم نستفاد من الرياضيات والفيزياء وكل العلوم، رح نستفاد من الأرقام. هو علم يدرس آلات الحروف في الشخص من خلال طاقات الشخص. والإنسان ثلاث طاقات، هي طاقة الروح وطاقة العقل وطاقة الجسد، ولكل منها مركز عند الإنسان، وليس بحالي تنجمي أنه نحن الطاقة بده يكون إلى مركز لحتى تشتغل منه. في أحد الحكماء عم يقول العقل الباطن لا يعمل بالفراغ، إنما يعمل عندما يجد نقطة ارتكاز يرتكز عليها ليبدأ منها العمل. يعني بالمجمل لازم يكون لكل طاقة مركز بدها تحرك الشخصية عند الإنسان، العقل أو العقل الباطن أو تحت الحجاب الحاجز. طيب أستاذ اليوم رضيان على اسمك أول شيء؟ يعني 80% اسمي متعب، يعني في تعب، في تعب من خلال اتصال الحروف. التعب بالاسم يكون من خلال اتصال وليس من نضوي على هذه النقطه وناخذ امثله عليها. اليوم الحياه طاقات، يعني في ترددات، في نحن بنقول انه في الطاقه هي صوت وصدى على الانسان، وايضا الحروف اليوم نعرف انه في احرف ناريه، احرف هوائيه، واحرف ترابيه. شو بنقصد بهذا المصطلحات؟ هلا الحروف هي اربعه انواع. يعني هي تقوم يقوم الجسد أو الجسم الإنسان على هذه الطبائع الأربعة اللي هي النارية أو المائية، الهوائية، الترابية، ولكل منها مركز. مثلا النارية مركز تحت الحجاب الحاجز عند الإنسان اللي هي مقصود كبد، بنكرياس، طحال، هي بتكون مركز النارية، زائد المعدة هي مركز لهي الطاقة اللي بتولد النارية عند الإنسان. كيف بتولدها؟ مثلا إذا الإنسان بده يعصب لازم يكون مركز التعصيب أو الحالة العصبية اللي بينتجها العقل من تحت الحجاب الحاجز. ضغط على القلب، القلب عم يضخ دم، عم يطلع الزواكر، هون بيصير تعصيب. المائية هي تشوف الإنسان بلا مي ما بيعيش، هذه المي بيكون إلى طاقة بالإنسان تتوزع كما مثل الدورة الدموية تماما. الترابية هي يعني تشوفي أنه الإنسان من التراب وإلى التراب، بتأثر عليه كهي الطاقة. والهوائية منها التنفس للإنسان، يعني هي الأربعة الطبائع موجودة في الإنسان حتى يقوم هذا الجسد البشري، ولكل منها تأثير بحسب الاتصال بالاسم. مثلا ناري مع هوائي ترابي، مثلا أنا بفضل يكون اسم رباعي أو ثلاثي في تناغم، مثلا ترابي هوائي مائي، ما يكون مثلا نار اثنين تراب اثنين هواء اثنين. طيب نعطي أمثلة عن الأحرف النارية، عن الأحرف مثلاً الهوائية. هلا رح نضرب مثل على اسم كتير بيحكوا عنه هن، اللي هو في سمر. سمر أنا بلاحظ مثلا أنه في سم زائد مر، هكذا يتكلم. طبعا لا، طبعا لا، للاسم حالات
كي نكتشف حقيقة هذا الشخص من خلال الاسم. أولا لون البشرة للشخص يعني يختلف، سمراء السمر البيضاء غير سمر السمراء، لا يشبه بعضهم نهائيا. الشعر الأسود غير الأشقر، لون العيون، الأنف، الخدود، هي كلها بتلعب دور. نعم. ما في شيء اسمه سم ومر وعلا عل وهيام هم، لا هذا كلام تنجيمي، إنما اتصال الحروف. مثلا سمر فيها حرف ناري، ما حرف ناري، ما حرف هوائي، هي عم تشوف الناري اللي عندها هيك ينتج عالية. عنها في هواء. يعني أنت بيكون عندها طاقة كبيرة جدا، تجي هواء هوائيتها، يعني الهواء هي التنقل أو الملل من الحالات أو من العلاقات، هي الحالة النارية مسيطرة أنانية غيورة، هي الاسم عم حكي عنه وليس عن الشخص. بعدين بتجي هون طاقة الهوائية، كل هذا الإنجاز عم تاخده مثل لما منشعل نار بتجي هواء، وعم نشوف هيك حالة مانا إيجابية للنار المشتعلة عن سمر، وليس هو السم والمر، لا هو اتصال الحروف، ناري مع ناري مع هوائي، طاقة غير موفقة، ولكن حسب لون البشرة. يعني في سمر بيضاء وسمر سمراء، هل السمراء بتكون موفقة كتير كتير بالحياة، وفي يرتبط هون الاسم باسم الأم مثلا، بتشوف ال كتير هاد عم طبعا الاسم يأخذ طاقة من الأب ومن الأم، من الأم ما قبل الولادة أثناء فترة الحمل من 1 إلى 9 شهور، وبعد الولادة من الأب من هو من مرحلة الإنشاء والتعلم من 1 إلى 18 سنة. تمام، يعني بنشكرك، ضويت على نقاط كتير مهمة يمكن كانت اليوم أغلبية الناس غافلة عنها وعن أهميتها. خلينا نحكي اليوم، كتير منا بيتساءل شو الفائدة من علم الأحرف والأرقام، هل هيدا العلم هو علم سهل أي شخص اليوم هو قادر أنه يدرسه ويبدع فيه، أو لا له إمكانيات وأساسيات معينة وركائز لازم الشخص اليوم هو يعتمد عليها كرمال يكون فعلا مؤثر صادق فيها؟ هل هذا العلم هو من القرآن الكريم؟ هي بالبداية، يعني لحتى الواحد بده يكون خبير بالهازم لازم يكون فقيه بالقرآن، يعني بنسبة 80%. مثلا الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن يقول وعلم آدم الأسماء كلها. طب إذا بالأسماء هناك علم، وآدم هو معصوم، شو بده يعلمه الإله لآدم وهو معصوم؟ إذا هي للخلق، هذه الأسماء هي الخلق. إذا هناك علم من علم الأحرف والأرقام يجب علينا أن نتعلمه، لا يستطيع أي أحد أن يتعلم، يحتاج إلى فراسة زائد مراجع كثيرة، يعني يحتاج إلى 20 سنة أو 30 لحتى الواحد يكون شوي فقيه بهذا العلم. في فوائد كثيرة لهذا العلم، مثلا أنا بشوف هلا تأخر حالات الإنجاب عند الإناث بيأثر علي الاسم 99%. أوف. تأخر الزواج عند الإناث بيأثر علي الاسم 99%. أنا أحكي لك عن طاقات الموجودة عند الأنثى، مثلا تقليم الأظافر عند الأشخاص هذا العلم بيعالجه، هي حالة نفسية المنشأ. آلام الظهر، آلام مفاصل، آلام المعدة، طب الأمراض النفسية المنشأ تتعالج بعلم الأحرف والأرقام من خلال طاقة القرآن الكريم، يعني نحن بنعالج هي الأمراض من خلال طاقة القرآن الكريم. طيب اليوم هذا العلم هو جدا علم مهم، ولكن للأسف يمكن ما كتير يكون شائع بين عامة الناس. اليوم نحن بحاجة إلى ثقافة جدا مهمة ضمن هذا العلم. اليوم إذا بدنا نحكي عن ارتباطه، ممكن أي حد عم يشوفنا ليقول منجم، عذرا للكلمة يعني، ولكن المصطلح العام يعني اليوم هل هو مرتبط بعلم التنجيم؟ ونحن بنشوف اليوم صفحات على السوشيال ميديا عم تحكي بنفس الموضوع، اسمك مع اسم أمك، ارتباط، زواج إلى آخره. لا طبعا، هلأ في حالة تنجيمية كتير وفي تسويقية لهذا العلم، يعني هو علم موجود ونوران وحقيقي، ولكن سوقوله بطريقة غير إيجابية، صار يحكوا عليه بتنجيم. يعني أي واحد رح تسألي عن الأحرف والأرقام رح يقول لك حالة تنجيمية، إنما هي حالة حقيقية 100%. أنا من خلال علمي طبعا، وأنا ضعيف بهذا العلم، لا أملك الكثير طبعا، أنا أستطيع أن أكشف الاسم، يعني طالع هذا الاسم 99% من مستقبل هذا الاسم، ليس التدخل بعلم الغيب كما يقولون، علم الغيب بيد الله. يعني أنا في شغلات هو متعلقة بالخالق سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يبحث بها، ولكن كل ما يتعلق بالاسم نحن نبحث عنه في حالة تنجيمية، ولكن لهذا العلم تعلق كبير بعلم الفلك.
يعني هو مرتبط تماما. عندما نقول أحرف وأرقام المقصود فيها هي كواكب في السماء، يعني أحرف وأرقام تطلق مجازا، ولكن الحقيقة هي تطلق على كواكب السماء، هي 12 برج زائد المنازل القمرية، 12 برج لكوكب الشمس والمنازل القمرية لكوكب القمر، ولكل منها حرف، يعني 28 المنازل القمرية بتدعم الحروف 28 وهي الحروف عم تاخذ دعم من الأبراج 12 اللي من الحمل حتى الحوت، و12 برج عم ياخذوا طاقة من الخمس الكواكب يطلق عليها الكواكب الموكلة أو المسيرة، وهي التي تسير، وهي زحل، مشتري، مريخ، زهرة، عطارد. تمام. يعني من لما بلشنا حديث مع حضرتك كنا عم نحكي انه في اسماء اليوم هي فعلا ما بتواتي الاشخاص، فبتلاقي هدول الاشخاص لا شعوريا بدهم خلص هنون يتخلصوا من هذا الاسم والطاقه، بغيروا الاسم. طيب هل نحن اليوم في حال تم تغيير الاسم قد ايه رح ياثر علينا ان كان سلبي او ايجابي؟ انا كيف بقدر اختار الاسم يلي بيناسبني اليوم؟ او ممكن احيانا حتى ما يغيروا لكن يطلبوا من الاشخاص اللي حواليهم انه ينادوهم باسم ثاني؟ خلينا نوضح هاي النقاط. تمام. أول شيء تغيير الأسماء لا يغير القدر. القدر هو من الله سبحانه وتعالى. صحيح. ولكن هو يغير طاقة هذا الاسم. تمام. يعني إحنا ما فينا نغير قدر الله. وشوفي الله سبحانه وتعالى، الله لا يكتب إلا الخير. أكيد. يعني إذا اسم يتعرض إلى مشاكل، إلى تأخر زواج، إلى تأخر إنجاب، إلى مشاكل، إلى حالة مادية، هو ليس من الله. هون في خطأ كتير كتير، وهي حالة تنجيمية. من الله الخير كله. طبعا. وأعطى الإنسان الإرادة باختيار الطريقين، هو أعطاه الإرادة. إذن من خلال الاسم أو طاقة الاسم ممكن يكون شخص انطوائي، هذا يفضل غير اسمه مثلا، اسم غير موفق بالحياة المالية نغير اسم. أستاذ نزيه أنت عم تعطينا حالات يعني مثلا، هلأ كلهم بيختلف حسب لون البشرة. يعني مثلا هلأ اسم فائز أو فايز إيه؟ موفق ماليا إذا كان أسمر البشرة، شوف الأبيض البشرة غير موفق ماليا. هون بنغير له اسمه بيتناسب مع لون البشرة. يعني اسم الأبيض لون البشرة إيه؟ لون البشرة البيضاء غير موفق ماليا وغير موفق عاطفيا، ولكن الأسمر هو موفق ماليا وعاطفيا وعنده شهر وعنده حياة حلوة ومحبوب. الجميع يعني ولا حسب الأسماء لا اليوم؟ لا حسب الأسماء كل واحد اسمه. فايز أبيض البشرة رح يتعرض لمشاكل مالية. غير اسمك. لا لا ما في خطأ بالعلم، لا يوجد خطأ، لا يوجد خطأ. ممكن يكون خطأ من الباحث ولكن بالعلم لا يوجد خطأ. بتشوفي مثلا اسم عفراء، اسم لون البشرة البيضاء، اسم غير موفق. صحيح. للبشرة السمراء موفق. يعني طبعا أنا بعتذر ولكن أتكلم عن الأسماء وليس عن الأشخاص. عفراء البيضاء البشرة اسم لا يتزوج إلا إذا غيرت الاسم بتغيره. 99% من هذا الاسم لا يتزوج. العفراء السمراء 80% بيتزوجوا. كمان بيأثروا علي الاسم. بتشوفي مثلا أبي، مثلا أبي أبيض البشرة غير أسمر البشرة. لازم يكون أبي لحتى يكون ناجح أسمر البشرة، أبيض بارد تماما. كأنه السمر أخذين حظ الأكثر حسب لون البشرة. يعني حتى اللون بيلعب دور بحياة الشخص. الألوان إلى طاقة كتير حلوة، اللون الأخضر، اللون الأصفر، وكل الألوان، كل شيء مذكور بالكتاب الله وبالقرآن بيعطينا طاقة لازم ناخد فيه. مثلا شوفي الله عم يقول للأهل موسى مثلا إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يعني أنا كإنسان لا تسر، لا يسر ناظري بقرة، إنما اللون الأصفر يعني من هذا اللون في طاقة. وبتشوف نحن لحتى ناخذ طاقة الألوان لازم نرتدي الألوان من فوق الحجاب الحاجز، الذكر الأنثى، لأن الطاقة تؤخذ من فوق الحجاب الحاجز تماما، وهي تسمى النفس المطمئنة عند الإنسان، من الحجاب الحاجز حتى الجبهة. طيب خلينا نحكي كمان أسماء، ذكرنا اسمين وقلنا أنه ممكن يكون هذا الشخص انطوائي، هذا الشخص سعيد بحياته، هذا الشخص عنده طاقات. يعني ناخد كمان أستاذ، خلينا نستفيد اليوم من مثلا ذلك. هلأ إذا جبنا الأسم إناس، الأسماء اللي تكون ضعيفة تحتاج إلى طاقة. هلأ في هيك ملاحظة صغيرة، نحن ممكن نشحن الأسماء بالطاقة من خلال القرآن الكريم، ببعيد عن الحالة الدينية للقرآن. القرآن هو يتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل بحالة إيجابية. يعني القرآن لكل الناس بغض النظر عن أنت مؤمن ولا كافر، هو لكل الناس. في طاقة كتير حلوة بالقرآن من خلال الحروف. يعني الله سبحانه وتعالى بتشوفي بأول آيات مثلا أحرف مقطعة، هي إلى إشارات ومعاني وطاقة قوية جدا جدا. ألف لام ميم كاف عين صاد حا ميم نون. تشوفي مثلا ما يقصد بالنون، طبعا بشكل النون مع النقطة في طاقة كتير حلوة بياخذ الإنسان، وتعطى حسب العمر. يعني من نحن من قوي الاسم حسب العمر.
العمر 5 سنوات وطالع بنعطي 5 دقائق قرآن، 10 دقائق، ما بنعطي طفل هلا مثلا كما هو متعارف انت بتاخذ طاقة من البقرة وبتمنع الحسد. طبعا لا، هلا انا قلت بالبداية انه في طاقات الانسان روح وعقل وجسد. البقرة بتعطي، صورة البقرة بتعطي طاقة للعقل، يعني تخبر عن شرع الحياة. نعم. مثلا صورة سيدنا يوسف بتعطي طاقة صبر لأنها تخبر عن قصة يوسف وما جرى به مثلا. أهل الكهف بتعطي كمان صبر. هلا النبأ بتعطي طاقة روح وعقل وجسد، يعني حين قراءة هذه الصورة فأنها تعطي طاقة للزواكر الموجودة عند الإنسان، الزواكر الباطنية وليس الخارجية الظاهرية اللي هي مفكرة ومذكرة والمخيلة، تعطيها زواكر تنفتح. يعني مع كل طاقة قمر في كل شهر هلالة هناك موت للخلايا الدماغية وأنتاج خلايا جديدة مع كل ظهور للقمر وغياب في كل شهر هلالي. تمام. هلا خلينا نكون واقعيين، اليوم يعني في تغيرات وتطورات كبيرة بالحياة. اليوم أي 2 متزوجين لما يجيبوا طفل بيعانوا كثير بأنه كيف نختار اسم الطفل، ولا سيما صارت يمكن أسماء عم تكون غريبة وجديدة قبل عن أيام زمان. اليوم قد إحنا لازم نختار اسماء أطفالنا بعناية؟ قد هي اليوم فعلا بتأثر على شخصيتهم بالمستقبل؟ الأهم من الموضوع هي حياة الطفل ما قبل أنه يولد، يعني إنه بدها تكون طاقة الحامل كتير قوية قبل الولادة لحتى يجي، لأن شوف الجنين عم ياخد طاقة الأم قبل الولادة، يعني من هاي المرحلة 9 شهور يعني مو على الفاضي بده يقع الجنين، بده ياخد طاقة بده ينتقل مثلا مضغة لطخة عظم لحم لحتى يتكون. بكل مرحلة عم ياخد طاقة من الأنثى، يعني عم يجي الإنسان هو كامل كامل بالطاقة، ولكن يحتاج إلى الهالة والشيء الذي يصنع الهالة أمام الاسم أمام الشخصية هو الاسم، يعني يختار اسم بما يناسب الشخصية وليس بمناسب اسم الأم مثل عم يحكوا أنا بشوف اسمه واسم أمه، لا دي اسم يناسب الشخصية أنا بعطيه حسب شخصيته. طبعا هي تحتاج إلى خبير يعني أو مختص حتى يعرف هي الشخصية شو مناسبة من الأسماء. دائما أنا بعطي الذكور هلا بشكل عام الذكور لحتى يكون قوي اسم موفق وقوي وشخصية قوية بعطيه حرف الميم مع اتصال حاء مثلا، مثل مثلا محمد محسن. طب محسن لا، هلا في شغله كثير مهمه هون بيلعب لون البشره. شوفي احمد محمد، كل محمد واحد عنيد 100%، كل اسم عنيد لا يتقبل رأي الاخر الا من بعد كثير، يعني انت بتطرى عليه فكره بده يفكر فيها يوم 2 3 حتى يقتنع. ولكن محسن هون في بشره بيضاء وفي سمراء، الاسمر غير الابيض تماما، يعني هذا صعب اقناعه، مستحيل يقتنع محسن، مستحيل يعني مقنعه، ما عنده طاقة الزواكر، يعني عنده طاقة الروح مغلقة تحتاج إلى شحن، يعني طاقة الروح هي بتعمل الحالة الإنسانية بين الناس. تمام. طيب خلينا هيك نعطي معلومة بشكل عام وهي حتكون مفيدة، شو هي أقوى الحروف وأضعف الحروف؟ هلا أقوى الحروف الحروف النارية ولكن فاشلة عاطفيا، أضعف الحروف هي الترابية ولكن ناجحة عاطفيا. الحروف الموفقة يعني بالقوي جدا هي الحروف الهوائية. الهوائي يعيش وين ما بدك، بيتنقل طاقته حلوة محبوب، خاصة إذا اتصل الهوائي مع ناري شوفي محبوب، مثل أحمد مثلا. طبعا الأسمر البشرة أنا كتير هي مناسب، يعني أنا بدي أحدد أحمد الأبيض غير الأسمر، يعني الأسمر محبوب جدا، طاقة إيجابية ضحوك رغم كل مآسي الحياة ولكن عنده طاقة خائنة، ولكن أحمد الأبيض بعكسه تماما. يا بختون السمر اليوم لون خاص. طيب نحن كيف قادرين نميز اليوم أنه هاي الأحرف، هلا أكيد بدي أعلمها وبدي أبحث هاي القصة طبعا، بين الأحرف النارية الهوائية والترابية يعني. يعني هي موجودة مثلا، هلا رح أعطيك يعني مثلا صغير عنها، طبعا موجودة فينا يعني موجودة عندي على على الصفحة وموجودة وين ما فينا نشوفها على النت مثلا، ولكن فيها حتى خطأ بال يعني هن حاطينها بشكل خاطئ. فضل. مثلا حرف الحروف النارية أقوى الحروف هو الألف، ميم ها زين شين، هي حروف ناري قوية. أنا باسمي حرفين ناري معناتها وحرف هوائي. هلأ أنا تكلمت أنه مثلا شوفي أنت اسمك مع احترامي للشخصية غير مناسب للشخصية، يعني أنت شخصيتك أقوى من الاسم، غير أنت تقيل الاسم، يا أما الاسم بيجي بقيل الشخصية يا أما الشخصية تقيل الاسم. لا يعني أفي تأثير، ما في تأثير للاسم على الشخصية. كيف يعني مثلا؟ أنا رح أقول لك شغلة كتير مهمة. ما في تأثير؟ ما في. إذا أنت اللون الأبيض لرشا غير مناسب، الرشا بدها تكون سمرة،
يعني هذا الاسم بده يكون سمرة. يعني ما نو يعني انت اقوى من الاسم، ما نو سيطر نهائيا، لانه انت عندك هوائي زي الاثنين ناري. يعني اسم غير موفق، ولكن شخصيتك هي اقوى من الاسم. يعني هاله الشخصيه، شو معنات الشخصيه اقوى من الاسم؟ يعني النفس المطمئنه عند الانسان مسيطره على الجسد، والغت النفس الاماره بالسوء التي هي مركز الطاقه السلبيه. هي بيكون انسان هون بالشخصيه اقوى من الاسم، لانه الاسم كما قلنا هو يطلق على الجسد. يعني جسد الإنسان يطلق على الاسم وليس على الروح. نشوف مثلا اسم رشا يطلق على الجسد، ولكن الروح اسم حقيقي واحد، روح. روح. وعندما ينتقل الإنسان نحن ننادي تذهب الروح إلى الخالق ويدفن الاسم. إذن هي هذه الاسم يؤثر على الجسد من خلال الطاقات كما تكلمنا. استاذ نزيه، في نقطة حابين ننوهها لي اليوم. كثير بنسمع انه في حال هي الاحرف اللي كنا عم نحكي عنها ان كانت نارية او ترابية، في حال تكررت بنفس الاسم ممكن تأثر على الشخص، تكرار حرف اللام او النون او الياء، هل فعلا اليوم ممكن نلاحظ انه تأثر على شخصية الانسان؟ تماما. هلا حكينا نحن لكل حرف هناك كوكب مسؤول. يعني كل اسم او كل حرف هناك كوكب داعم فلكيا. طبعا الناس عم ياخذوا بشكل تنجيمي، انه شو يعني كوكب زحل شو بيعمل؟ انا فيني مثلا يعني شو يعني انا اذا بدي اشوف واحد يعني هو جماد، كيف بيعطي طاقه؟ كل الطاقه عند كل الطاقه في الكون تحتاج اما الى دوران، اما طاقه ماء هواء رياح وكذا، والكواكب من خلال الدوران هي تعطي طاقه للانسان. تكرار الحرف في الاسم مرتين، يعني انت بتشوفي بكل حرف في كواكب داعمه. طب اذا كان ثلاثي عم يدعموا ثلاث كواكب، واذا كان مكرر نقص كوكب ودعموا واحد ثاني، مثل ناريمان اثنين بيدعموا مثلا احد الكواكب بحرف النوم بتدعمها اسمها الهنعه، وهي موجوده الى جانب برج الجوزاء. يعني ناريمان هوائيه بالمجمل، تاخذ صفات الهوائيه. تكرار الاسم، تكرار الحرف في الاسم طاقة سلبية إلا عند أصحاب البشرة البيضاء. تمام. السمراء بتكون سلبية، البيضاء بتكون إيجابية جدا جدا، لأنه هذا اللون بيعطي طاقة للحرف كثير قوية. طب أيضا أستاذ بنسمع بمصطلح أنه وذكرنا يعني من خلال حديثنا أنه هذا الاسم متعب لصاحبه، هل اليوم نحن قادرين نغير بأسمائنا، نعطي طاقات جديدة بحياتنا، نقدر يعني حتى نعود المجتمع؟ أحيانا المجتمع غير قادر أنه يرجع يندهلك باسم ثاني. تمام. شو بدنا نعمل هون؟ هلأ في شغلة اللي هي مهمة. هلأ نحن إذا بدنا نغير الاسم بدنا نغير الطاقة تماما. أنا لا أطلب تغيير الاسم، إنما أطلب تغيير الطاقة. يعني عند اسم ونادى ثاني، يعني مثلا يا رشا أنت اسمك متعب. إيه والله. طب شو بنادي أسا؟ طب بنادي لك مثلا جوا، مثلا نتالي. هلا انت كشخصيه بدك اسم نتالي مناسب للشخصيه. خلص نتالي، غيروا لي السيجي نتالي. كثير مناسب، كثير مناسب للشخصيه. نحن بنقوي الاسماء او بنغيرها مثلا طاقتها بتغيير الاسم، اي تغيير الطاقه. نحن لما بنغير اسم عم يتغير طاقه العقل والروح والجسد، يعني بتنتج افكار جديده، يعني هي تغيير طاقه العقل الباطن وليس تغيير الاسم. يعني انا بدي غير الطاقه مثلا، مو شرط تغير اسمك. اذا انت غير اسمك غير افكارك، وليس مو شرط نحن نغير الاسم. نعم. اهم شيء نغير الافكار، نعرف انه نحن في مرحله تعب بدنا نتغطاها. يعني انا من خلال هذا الاسم بدي اخبره مثلا مثلا لسمر انه عندك مرحله بحرف الميم، اتصال الميم مع الراء مع ميم مع السين مع الميم راء، هون في انعقاد في هاي عقده الميم، بتعمل شويه طاقه سلبيه لانه في مجموعه من الافكار تنعقد في وسط حياتي. هلا كل سمر حياتها اللي بتكون شوي يعني تعبي فيها راح تكون من 30 ل 40 بعد فرج وقبل فرج. هاي المرحله بحرف الميم بتاخذ 10 سنوات. تمام. نعم. استاذ نزيه، حضرتك حاصل على شهاده دبلوم بعلم الاحرف والارقام، اليوم ممكن بالايام القادمه ممكن تعلم بهذا المجال، اي شخص حابب يتعلم اصول هذا العلم خبرنا بالخلال. طبعا انا يعني بدي اعمل اعلان، بدي اعمل هيك يعني هيك بشكل ثقافي انه يعرفوا عن الاسماء، مثلا اختيار اسماء الاطفال،
تغيير اسماء الاولاد وعلم طبعا جديد ثقافه عامه حياتنا يعني دائما يعني المفروض نحن نشتغل الى فوائد كثير علم الاحرف والارقام. نحن استفدنا كثير استاذ من حضورك اليوم ومن كل المعلومات يلي ذكرتها، صار عندنا فضول ندخل على صفحتك وناخذ فائده اكبر. الله يعطيكم العافيه. شكرا لحضرتك الاستاذ نزيه اسمندر، شكرا لحضورك ويومك حلو. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم لكل الفضائي السوري. اهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم العافيه.